احنا في هذه المنطقه المجاهده منطقه تبني يعني عزيز اللي بعد اكثر من 80 كيلومتر على مقر الولايه، كانت في قطاع الصحه كانت تسير ب امبو وليكلينيك واللي ما تلبيش طلبات تاع كل سكان، مش غير بني عزيز، سكان بني عزيز، سكان بني عزيز، سكان عين سبت، وبعض من البلدات المجاوره، اذكر دهامشه، اذكر قولي انت عاويه، هناك عددها من البلديات. احنا قلنا لابد اننا نحلوا المستشفى، يعني مستشفى ستينس ارير يقلص من الحجم الموجود في يعني المستشفى العلمه، يعني مستشفى عين كبيره. الكوفيد رانا في ياشوي، رانا في ستيف، رانا في ياشوي دو ستيف، رانا في لوبيتال دو العلمه، اوبيتال دو عين كبيره، اوبيتال ثاني دو بوقعة عين والمان. احنا عندنا عددها من الاسره، الا كان لا طلبتوا فيه نقص رانا نجيو للمنطقه ان شاء الله.